السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونتناول فيها أبرز ما تضمنه بيان مجلس الأمن الدولي الذي أكد فيه دعمه الكامل للاتفاق السياسي ودعا كافة الأطراف في ليبيا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق. كما طلب مجلس النواب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري كخطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل للاتفاق، هذا فضلا عما وصفه بالاستقطاب السياسي الخطير الذي قال بأنه أدى إلى تدهور الأمن والوضع الاقتصادي والإنساني في ليبيا. فما هي أبرز ما حمله بيان مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق السياسي، وأي مطالبات طرحها المجلس للتعامل مع تداعيات الوضع السياسي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأيضا الإنسانية في البلاد، وما مدى إمكانية تجاوب الأطراف السياسية مع دعوات مجلس الأمن الدولي لتجاوز حالة الانقسام الحاصلة الآن في ليبيا؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة، ومعنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، ومن القاهرة الناشط السياسي خالد الشارف، ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الأكاديمي محمد إسماعيل. أرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع أدعوكم أولا والسادة المشاهدين لمتابعة التقرير التالي. الدعم الكامل للاتفاق السياسي ودعوة كافة الأطراف في ليبيا للإسراع في تنفيذه هو أبرز ما طالب به أعضاء مجلس الأمن الدولي عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن كوبلر حول ليبيا. الأعضاء طالبوا مجلس النواب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري كخطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل للاتفاق بحسب البيان. يأتي هذا فيما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى تقديم قائمة متفق عليها من أجل منحها الثقة وفقا للاتفاق السياسي، ذلك فضلا عن دعوتهم لكافة الأطراف في البلاد إلى أن يكونوا جزءا من الاتفاق وأن يشاركوا بشكل بناء في العمل مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة، وأبرزها ما وصفه مجلس الأمن الدولي بالاستقطاب السياسي الخطير الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا. وبخصوص الجانب الأمني، طالب مجلس الأمن جميع الأطراف المتحاربة بالاستجابة الفورية لنداء المجلس الرئاسي بوقف القتال، كما أدانوا الدعوات المحرضة على العنف بما فيها تلك التي أطلقها البعض ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. دعوات دولية تتجدد منذ التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات وتحث جميع الأطراف على الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق، غير أن الاتفاق لا يزال يراوح مكانه بالنظر إلى الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني الحالي في البلاد. فإلى أي مدى يمكن أن يتجاوب الفاعلون السياسيون مع دعوات مجلس الأمن الدولي في سبيل تجاوز حالة الانقسام الراهنة؟ أبدأ معك سيدة الشيباني، يعني السؤال الأول ربما في هذا الموضوع، ما هو موقفكم الآن في مجلس النواب من الدعوات التي تضمنها بيان مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ضيوفك والمشاهدين الكرام، أهلا بكم. دعوة مجلس الأمن هذه دعوة يعني جديدة قديمة، وهذا أمر روتيني اعتاد مجلس الأمن عندما يتناول الشأن الليبي أن يدعو مجلس النواب إلى تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. وهذا أمر طبعا نحن في مجلس النواب يعني على تواصل بالبعثة الأممية وبجميع أطراف الحوار، وضحنا لهم وجهة نظرنا فيما يتعلق بالاتفاق السياسي والمسالب الموجودة في الاتفاق السياسي، وكيف أن هذا الاتفاق السياسي غير قابل للتطبيق عمليا، وأنه تم اختراقه حتى من البعثة الأممية نفسها ومن المجلس الرئاسي ومن ما يسمى بمجلس الدولة. فهذا الأمر بالنسبة لدعوة تضمين الاتفاق السياسي بالنسبة لهم في مجلس النواب لم نعد نعيرها أي اهتمام، مهما يعني كان الطرف الذي ينادي بها، لأننا سبق وأن قلنا قولنا فيها ووضحناه للبعثة الأممية وللعالم كله يعرف موقف مجلس النواب، وعلى الأقل الكتلة المعارضة
التي ستحصل على مخرجات الاتفاق السياسي. هذا الامر واضح لنا. طيب هناك نقطه مهمه سيد الشيباني اذا سمحت لي بالاستيضاح فقط. يعني اذا كان كما تقول وضحتم في اكثر من مره تحفظاتكم على الاتفاق السياسي للمبعوث الاممي الى ليبيا، وبرغم ذلك المبعوث قدم إحاطة بخصوص الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن ما زال مصر على دعوتكم إلى تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، هل يعني هذا بأن المجلس الأمن الدولي لا يتقبل التحفظات التي تقدمونها على الاتفاق؟ مجلس الأمن الدولي هو حقيقة مجلس دول قوية، والدولة الاستعمارية السابقة هذه هي التي تسير مجلس الأمن، وهذه هي المسيطرة على مجلس الأمن، وتوجه في مجلس الأمن حسب مصالحها، وهي لا ترى حقيقة، وهي ترى في مصلحتها في المجلس الرئاسي الذي تريد فرضه على الليبيين. والمجلس الرئاسي حقيقة هذا يمثل الإرادة الدولية ولا يمثل إرادة الليبيين، ونحن المعركة هنا في ليبيا وليس في عصبة الأمم كما قال السيد عمر المختار الشهيد عمر المختار. فمعركتنا معركة ليبيا داخل ليبيا، والمشكلة داخل ليبيا، والمجتمع الدولي يجب أن يكون وسيط نزيه ويحاول أن يدفع إلى حل المشكلة حل جذري وحقيقي. طيب. بدل من هالحلول الملفقة وبدل من هل التمسك في هذا المجلس الرئاسي الذي ثبت فشله، والمجتمع الدولي نفسه يعلم يقينا بأن هذا المجلس قد فشل في مهمته، وأن هذا المجلس سنأتي على هذه الجزئيات في سياق نقاشنا سيد الشيباني. الفكرة وصلت، ابقى معي سأعود إليك، ولكن قبل ذلك أشرك ضيوفنا الآخرين في مناقشة الجزئية الأولى من الموضوع، وهي القراءة، قراءة ما جاء في البيان. سيد إسماعيل، من جانبك كيف تقرأ مضامين البيان الصادر عن مجلس الأمن عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي؟ هل غطى البيان كافة جوانب الأزمة في ليبيا؟ تحية ليك أخي الكريم، وتحية لضيوفك، وتحية للسادة أهلا بك المشاهدين. البيان طبعا كما قال الأخ السابق لم يضفي أي جديد في هذا الأمر، وهو مكرر، وربما كان بلهجة أقل من السابقة التي كان يهدد بها معرقلي الاتفاق السياسي. لو أحصينا كم بيان أصدره مجلس الأمن منذ يناير الماضي، في البداية كان يهدد المعرقين، ثم وجدناه يدعو ويصف حالة الانقسام السياسي، والآن يتكلم عن استقطاب وما إلى ذلك. لا جديد عنده في هذه الناحية، كأنه خطاب للاستهلاك فقط، هناك شيء آخر يطبخ الله أعلم به. ولكن ما استغربه هي حالة اللامبالاة من الضيف الذي قبلك من البرلمان في هذا الجانب، وكأن البلاد تعيش حالة مستقرة أو ما إلى ذلك. البلاد في حالة انهيار تام، وهم مصرين في نفس الأمر على عدم الوصول إلى حل، لازال يتكلم بلغة دول استعمارية وعصبة أمم، ذلك الخطاب الخشبي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. لا أحد يتحمل مسؤولياته في هذه الأوقات إن لم نتكاتف نحن الليبيون في هذا الأمر وننتبه إلى أنفسنا، فلن ينقذنا أحد. واضح أن المجتمع الدولي من خلال هذه القراءة السابقة البيان راضي بما يحدث إلى ليبيا، وكأنه يريد أن يصل الأمر عبر هذه الفوضى الخلاقة إلى أمر يرضخ فيه الجميع، يريد الحالة هكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. خلاصة البيان ليس فيه أي شيء جديد، هو كالمعتاد، مثله مثل البيانات السابقة، ولك أن تحصيها في هذا الأمر. طيب سيد الشارف، في ذات السياق، يعني ما أبرز النقاط برأيك، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها فيما قدمه مجلس الأمن الدولي في بيانه بشأن الأوضاع في ليبيا؟ بينكم وضيوفك الكرام، ما يحدث في الأمم المتحدة الحقيقة أو مجلس الأمن يعني اعتدنا عليه كثيرا، إن لم يكن يخدم مصالح هذه الدول الخمس الكبرى لن ينتج عنها شيئا. يعني عندما أراد المجتمع الدولي التخلص من النظام السابق تخلص به بقرار حماية المدنيين. ما يحدث الآن من بيانات تصدر من هنا وهناك لن تغني ولا تسمن من جوع الحقيقة، وهذا كلام قلته كثيرا في قناتكم وقنوات كثيرة. ما يحدث دوليا هراء، ويريدون ليبيا بهذه الفوضى. نرى كل يوم انقسامات، ونرى كل يوم حروب، ونرى كل يوم اغتصابات، ونرى كل يوم ما يحدث في الساحة الليبية الاجتماعية الحقيقة كارثة بمعنى الكارثة.
الخطاب الأممي لن يغني، والحكومة السراج مهما تقدمت بأسماء من الوزراء أو يريد فلان أو علان، إن لم تكن حكومة توافقية حقيقية لن تمرر من البرلمان، وهذا ما يشار إليه كثيرا سواء في صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى إعلاميا. فعلى السيد السراج أعتقد كثيرا ما قلته، الخروج للشعب والتأسف إليه والاستقالة أو الابتعاد عن المشهد تماما، لأن المشهد معقد جدا، وأعتقد أن أصبحت إرادة الشعب الليبي ليست بإرادة أولاده بل واضح وصلت الدولي. الفكرة ابقى معي سيد الشارف سعود إليك، لكن قراءة ولي أيضا منك سيد مفتاح لملوم، يعني كيف تقيم ما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي؟ مساء الخير أستاذ خالد، أهلا بك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. نعم. أنا لا أختلف كثيرا عن تقييم الإخوة، ولكن في ما أراه أن مجلس الأمن الآن في وضع غير قادر على أن يتخذ قرار بخصوص القضية الليبية. الأربعة الكبار أو الخمسة الكبار بما فيهم أربعة هم مشغولون الآن في قضايا كثيرة، وبالتالي لا يجوز الوقت لأن يربطوا أنفسهم أو يلتزموا بأي شيء يتعلق بالساحة الليبية. وأيضا قد مل مجلس الأمن وقد مل هؤلاء الكبار أيضا من الوضع السيء في ليبيا، وأن الليبيين لم يريدوا أن يصلحوا حالهم ولا يريدوا أن يحلوا مشاكلهم. الشيء الملفت للنظر هو أسرار مجلس الأمن وضع هذا الشرط الآن على أنه لابد من تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، ونحن نعرف ومجلس الأمن يعرف وأعضاء مجلس الأمن يعرفون أن هذا شبه مستحيل، لأن لن يستطيع مجلس النواب أن يجمع النصاب القانوني من أعضائه لأن يعطوا أو يضمنوا الإعلان الاتفاق الصغيرات في هذه الحالة. سيد لملوم إذا سمحت لي، ما دلالة ذلك إذا كنت تقول بأن مجلس الأمن الدولي يعرف يقينا بأنه من المحال أن يتم إجراء تعديل إعلان دستوري كما يطالب البرلمان بإجرائه، لماذا إذن يضمن هذا المطلب في بيانه؟ يضمن لأنه هذا الشرط الغير قابل للتحقيق. نحن نعرف وكل العالم يعرف أنهم ليسوا بأغبياء، كوبلر قد عرف الساحة الليبية بكاملها وقد اتصل بالعديد من أعضاء مجلس النواب ويعرف أين يقيمون، وأن مجلس النواب لا يعقد جلسات بنصاب قانوني، وأن النصاب القانوني خاص الثلثين يستحيل أن يجمع ذلك مجلس النواب، وأنا أؤكد ذلك شخصيا وأقولها الآن، هذا لن يحدث إلا إذا أرادوا أن يتجاوزوا اتفاق الصخيرات ونصوصه ويريدوا أن يأتوا بأي نسبة لتضمين هذا الاتفاق الإعلان الدستوري حتى يريدوا أن يحلوا المشكلة، هذا شيء آخر. أما إذا أرادوا أن يلتزموا بالاتفاق فأعتقد أن هذا شبه مستحيل ولن يتكرر. والشيء الثاني، أنا لا أعول كثيرا على من يتحدثون على الحل الليبي، لأن ما تفضل به عضو مجلس النواب لا ينبي على أن هناك نية للوصول إلى حل، وأنهم كل ما هناك يلعبون ويماطلون بالوقت ولديهم أجندة أخرى، وهذه الأجندة ليحمد عضو مجلس النواب نفس الله على أنه في ليبيا هذه قضية ليبية وليست قضية تهم المجتمع الدولي وتهم الدول الخمس الكبرى، وإلا لكانت طيب. ردود الفعل هي بتختلف تماما واضح. عما هي عليه الآن. طيب سيد الشيباني، كنت سأسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها مجلس النواب مع دعوة المجلس الأمن الدولي للبرلمان بأن يقوم بإجراء التعديل الدستوري، لكن أنت قلت بأن هذه الدعوات يعني لا قيمة لها لديكم، لكن في مقابل ذلك المجلس أيضا دعا رئيس حكومة أو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تقديم قائمة متفق عليها لمنحها الثقة من قبل البرلمان. كيف ستتعاملون إذا ما وجدتم أن المجلس الرئاسي فعلا استجاب لهذه الدعوة وقام بتسمية تشكيلة جديدة، تشكيلة وزارية جديدة لحكومة الوفاق ووضعها على طاولة مجلس النواب؟ في هذه الحالة كيف ستكون ردة فعلكم أنتم في المجلس؟ هو حقيقة نحن الآن اكتسبنا خبرة في التعامل مع محاولات فرض الأمر الواقع، وحتى ولو قام المجلس الرئاسي بتقديم حكومته إلى مجلس النواب، مجلس النواب يعلم جيدا الجميع بأن مجلس النواب لم يطلب من المجلس الرئاسي تشكيل حكومة. نحن نتعامل مع قانون ونتعامل مع دستور، فلائحة العمل الداخلي لمجلس النواب تؤكد بأن عندما تقوم الحكومة رئيس الحكومة بتقديم حكومته مرتين ولم ينال الثقة فتسقط الحكومة برئيسها بالكامل،
ولم تمنح له فرصة ثالثة. هذه سابقة دولية ما هيش موجودة، ومجلس النواب يعلم ذلك جيدا، والسيد السراج يعلم ذلك جيدا، ومجلس النواب لم يخاطب بالسيد السراج أو حكومته بتشكيل حكومة أو بتشكيل يعني حكومة ثالثة. فهذا الأمر واضح بالنسبة لنا نحن، والمجلس الأمن يعلم، والبعثة الأممية تعلم موقف مجلس النواب. مجلس النواب متمسك بالدستور، متمسك بالقانون. سقطت حكومة السراج، فالفصلت بكاملها، لم تمنح فرصة ثالثة. المجتمع الدولي يعلم ذلك. لكن ألن يكون محرجا بالنسبة لكم ويضع عليكم ضغوطا أكبر من الضغوط الحالية أمام هذه الدعوات الدولية عندما تصبح هناك تشكيلة وزارية مدفوعة إليكم من قبل المجلس الرئاسي ولا تقومون بالتصويت عليها؟ ألن يضعكم هذا في مواجهة المجتمع الدولي بشكل مباشر؟ نحن تعودنا على ضغوط المجتمع الدولي، تعودنا على التهديدات، تعودنا على محاولات الكثيرة من أجل إرغام مجلس النواب على تمرير هذه الحكومة وهذا المجلس الذي نحن نعلم جيدا أنه يتماهى مع المجتمع الغربي، وأنه لن ينهي الأزمة ولن ينهي الانقسام ولن ينهي التشدي. حتى في طرابلس الآن هناك انقلاب كبير على هذا المجلس الرئاسي وليس مجلس النواب فقط، حتى الميليشيات الموجودة في طرابلس التي احتضنها المجلس الرئاسي وحاول شرعنة بعضها وإضفاء الشرعية عليها وتسميتها بأسماء غير الميليشيات، فالآن ليست مع المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي الآن في موقف حرج، في ورطة. أنا حقيقة الذي يحفظ ما وجه هذا المجلس عليهم أن يقدموا استقالتهم ويقعد يدعو الشعب الليبي في حالة، والشعب الليبي قادر على أن يأخذ زمام المبادرة ويلم شتاته ويلم شمله ويكون حكومة بالطريقة التي تراها يرها الناس. أما بهذه الصورة مجلس النواب يرفض منح الثقل للحكومة القادمة. مجلس النواب يرى أن هذا المجلس المجلس الرئاسي غير قادر على القيام طيب واضح التشدي وانهاء الانقسام وانهاء الازمات الموجوده. نحن على يقين من ذلك. المجتمع الدولي يعلم جيدا ان المجلس الرئاسي فشل في كل مهامه. المجلس الرئاسي لم هذا واضح. انت تفضلت بذكر هذا قبل قليل، لكن اسمح لي ان اشرك بقيه ضيوفنا في نقطه مهمه انت الان صرحت بها وقلت بان حتى لو استجاب المجلس الرئاسي لدعوة مجلس الأمن الدولي وقام بتقديم تشكيلة وزارية جديدة لمجلس النواب فإن مجلس النواب يرفض ذلك مسبقا حتى قبل أن يطلع على التشكيلة. برأيك سيد إسماعيل هذه الحالة أين يمكن أن توجه الأحداث في ليبيا في حال ما إذا قام المجلس الرئاسي بتقديم تشكيلة وزارية جديدة ورفضها مجلس النواب أو رفض حتى الاطلاع أو التصويت عليها؟ أين يقود هذا الأحداث؟ نعم، وأجابك الضيف السابق أنهم لن يقبلوا بأي حكومة وأنهم يعرفوا القانون والدستور وسيضربون بها عرض الحائط، فهذا يرسخ للانسداد السياسي، وهذا كله ينعكس سلبيا على المواطن الليبي الغلبان في هذا الشأن. لا يهتمون بمصير الوطن، هم ليسوا أساسا المقيمين في الوطن. أين هم الآن هؤلاء النواب الذين جددوا لأنفسهم ويتكلمون عن الدستور وعن القانون؟ هل استفتي حسب الإعلان الدستوري على تمديد مجلس النواب؟ أين هو هذا القانون؟ قال لك نحن اكتسبنا خبرة وعرفنا أنهم يهددوا ولن يفعلوا، ووضح لهم المجتمع الدولي أنه لن يعاقبهم، وهم مستمرون ويعتقدون أنهم مناضلون وأنهم وقفوا أمام هذه الهجمة الاستعمارية التي تريد أن تفرض عليهم حكومة الوصاية وما إلى ذلك، ولا ينظرون إلى هذا الواقع وأن الغرض منه هو إثارة هذه الفوضى الخلاقة كما قلت لك قبل قليل. ويتحدث عن الفشل المجلس الرئاسي، رمتني بدائها وانسلت، فماذا أقول لك أخي الكريم؟ فالإجابات واضحة من خلال سياق لكن في النهاية هذا موقف سياسي لأعضاء المجلس أو لبعض أعضاء مجلس النواب، وحتى وإن كان هذا الموقف السياسي قد أنتج تبعات عسكرية أو اقتصادية في البلاد لكنه يظل في أساسه موقفا سياسيا. هذا الموقف السياسي ما ردات الفعل الدولية المحتملة إزاءه؟
لن يكون هناك ردات. الواضح يدعو المجتمع الدولي مجلس النواب ليعدل الإعلان الدستوري، يطالب المجتمع الدولي مجلس النواب للإعلان الدستوري كل أشهر وتستمر هكذا. أين التهديد بالمعرقلين والمحرذين كما في هذا البيان؟ هم يقولونها بالفم المليان، حكومة وصايا وعمالة، من يردعهم هؤلاء؟ أين هو تهديد بيان مجلس الأمن؟ لا يساوي الحبر الذي كتب من أجله. هذه حقيقة واضحة أخي الكريم، والآن لنا أكثر من سنة في هذا السياق وأنتم تتناولون عبر وسائل الإعلام وغيركم من الوسائل، والمواطن يستمع إليه ولا جديد في هذا الأمر. هم يراهنون على الحسم العسكري، الحسم العسكري لن يستطيع أحد أن يحسم عسكريا في ليبيا بسبب توازن الرعب. إن انتصر طرف سينتصر عليه الطرف الآخر. طيب أيضا الدائرة إلى واضح سيد إسماعيل، اسمح لي فقط أن أشرك ضيفينا الآخرين أيضا في هذه الجزئية لأنها ربما تكتسي أهمية خاصة. يعني سيد الشارف، إذا كان سيد جبل الشيباني عضو مجلس النواب يقول بأنهم لا يعلنون اهتماما لدعوة مجلس الأمن الدولي لهم بأن يجروا تعديلا دستوريا، ولن ينظروا حتى في التشكيلة الوزارية التي يطالب مجلس الأمن الدولي المجلس الرئاسي بتقديمها إلى البرلمان، يعني حتى نحاول أن نقترب ربما من مآلات هذا الموقف من قبل أعضاء في مجلس النواب. بداية، هل ترى بأن دعوة مجلس الأمن للبرلمان بأن يجري تعديلا دستوريا ربما تعني أن مجلس الأمن يعتبر أن مجلس النواب معرقلة لتطبيق الاتفاق السياسي عندما لا يقوم بتضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري؟ طبعا أنا مع احترامي لضيفك الكريم عضو مجلس النواب أستاذ جبر الله وأتمم له كل الاحترام وكل مجلس البرلمان النواب، ولكن لابد أن نضع الحقائق في نصابها. أو ما يحدث في مجلس النواب عندما يقول للسيد جبر الله أن هناك لائحة داخلية تقول أن لن تمر الحكومة بعد سقوط عدم لا هو برغم موضوعية النقاش في هذه الجزئية، لكن نحاول أن نركز أكثر على الجانب المطروح للنقاش في الحلقة. نعم سيد الشارف، سؤالي بشكل واضح، يعني إذا كان مجلس الأمن الدولي اليوم يدعو البرلمان لإجراء تعديل دستوري وفي المقابل يدعو المجلس الرئاسي لتقديم تشكيلة وزارية جديدة إلى البرلمان، هذا عضو مجلس نواب يقول بأن الدعوة إلى تعديل الإعلان الدستوري لا تعني أي قيمة بالنسبة لهم، وبأن إذا جاءتهم تشكيلة وزارية جديدة فهي أيضا الأخرى ليست لها أي قيمة ولن يتم النظر إليها، هل يعني ذلك بأن المجلس النواب سيعتبر في نظر المجلس الأمن الدولي معرقل للاتفاق السياسي؟ أكيد معرقل، وأوقف الحياة السياسية في ليبيا، وللأسف البرلمان يعني تشكل من كل النسيج الاجتماعي في ليبيا، إلا أن هناك عدد من النواب مع احترامي لهم يقودون البرلمان إلى طريق مسدود، إلى طريق سياسي هوائي يلبي رغبات هذه المجموعة فقط، لا يلبي رغبات الشعب الليبي بالكامل. البرلمان كان عليه أن يمثل كل آراء الليبيين الحقيقة، والأغلبية في التصويت في قاعة البرلمان وليس في قنوات الإذاعات المسموعة أو المرئية. أعتقد ما يقوله السيد جبر الله هو رأي شخصي. لكن لماذا قد يعتبرهم معرقلين للاتفاق وهم هم طيلة سنة كاملة لم يجروا تعديلا دستوريا ولم يعطوا الثقة لتشكيلتين وزاريتين قدمتا إليهما، لماذا نعم الآن سيعتبرهم مجلس الأمن الدولي معرقلين للاتفاق؟ معرقلين، لأن أنا مع كلمة المعرقلين، لأن لم يجتمع المجلس النواب بشكل قانوني ودستوري حتى إن لم يكن أو يقم بتمرير هذه الحكومة أو بالتعديل الدستوري بشكل دستوري تحت قبة البرلمان، لن يكونوا معرقلين، بل ستكون رؤية سياسية ورؤية ديمقراطية في هذا البرلمان. ولكن الذي حدث هو ابتعاد كل أعضاء مجلس النواب عن قبة البرلمان وأخذ آراء فردية عبر قنوات إذاعية أو قنوات الإنترنت الفيسبوك وما طيب غيره. واضح. ولكن الحقيقة ما يحدث الآن الآن أمر باتت واضحة النقطة، يعني تقول بأن عدم إجراء التصويت على هذين النقطتين هو ما يجعل المجلس معرقلة للاتفاق السياسي، هي تبقى وجهة نظر. سيد مفتاح لملوم، في ذات الجزئية برأيك ما مآلات دعوة مجلس الأمن الدولي للبرلمان بضرورة إجراء تعديل دستوري حتى لا يحول دون تطبيق الاتفاق السياسي، وأيضا مآلات أن يقوم المجلس الرئاسي بتقديم تشكيلة وزارية كما طالب مجلس الأمن الدولي ويرفض البرلمان النظر في التشكيلة؟
أنا أولا أريد أن أقول أنا أستغرب يعني عضو برلمان يقول أنا أمثل الشعب الليبي ويرى الوضع المأساوي الذي يمر به الشعب الليبي ويتحدث بهذه العنجهية وهذا الصرف ويقول نحن لن نمرر. من هم؟ هل هو يتحدث باسم البرلمان؟ معنى إذا كان الحديث ويتحدث باسم البرلمان معنى هذا أن البرلمان مختطف في مجموعة الكتلة السيادة الوطنية أو كتلة الـ14. احنا تعودنا على 14 و12 وكلها ارقام اصبحت دخلت التاريخ في ليبيا، ان هذه الكتله بيدها قرار البرلمان. هذا شيء مؤسف في الواقع الامر، يعني البرلمان لم يكتسب شرعيه بعد، البرلمان يكتسب شرعيته من اتفاق الصخيرات. البرلمان لو كان هناك من يتحدث عن دوله القانون، البرلمان منتهي بحكم محكمه، البرلمان غير شرعي اساسا. ثم انتهت مدة ولايته ولم يجدد له واحد، ولا يحق للبرلمان أن يجدد لنفسه، فهو منتهي الولاية غير شرعي، والآن لن يكتسب شرعية إلا لكنه في النهاية ركن أساسي من أركان الاتفاق السياسي. هو يعني اكتسب شرعية الوجود الآن حتى من في إطار الاتفاق السياسي. عندما يضمن اتفاق الصخيرات للإعلان الدستوري يصبح شرعي، قبل ذلك هو ليس شرعي على الإطلاق، هذه حقيقة. لكن المؤسف أن البرلمان الذي لا ينعقد ولا يكتسب جلساته مجرد جلسات حوارية ليس لها نصاب قانوني ويتحدث ويقول نحن لن ولن. أنا أقولها الآن، هذا البرلمان سيقود ليبيا إلى مأساة، هذا البرلمان عليه أن يتحمل مآسي التاريخية التي تحل بالشعب الليبي نتائج هذا التعنت السياسي. هؤلاء لا يهم مسألة الوطن، لا يهم الشعب الليبي، ولا تهم معاناة الشعب الليبي، هم يخدمون لأجندات لا علاقة لها بالشعب الليبي. وأستغرب أن يقول أنا منتخب وأمثل الشعب الليبي. مآلات هذا قرار الصخيرات عند هؤلاء المجموعة هي مآلات لا أعتقد. الآن سيد لملوم، في عجالة حتى أعود إلى السيد الشيباني، أيا كان الفهم الموقف الحالي لأعضاء مجلس النواب، ما مآلات هذا الموقف إزاء دعوة مجلس الأمن الدولي أو إزاء دعوات بالأصح؟ أنا قلت سبق وقلت أن هذا المجلس لن يضم الاتفاق الإعلان الدستوري، ولا أعتقد أن المجلس الرئاسي أو السيد السراج سيتقدم بحكومة، لأن الحكومة تترتب على ما يمكن أن يقوم به مجلس النواب من تضمينه للإعلان الدستوري، وهذا لن يحدث، وبالتالي الحكومة لن تقدم. ولا أعتقد أن مجلس الأمن في جلسات قادمة ستستمر هذه الجلسات، ربما المكوكية والتي لم يصدر عنها ما يحاول أن يحلحل الأزمة الليبية، ولكن على أعتقد أن في المستقبل عندما تتضح الرؤية بعد 3 أشهر تنحل مشاكل أوروبا ومشاكل أمريكا، أعتقد سيكون هناك موقف آخر يختلف تماما. وأعتقد عضو مجلس النواب المنحل سيجد نفسه مطالبا بأن ينفذ أو أن يكون هناك خيار آخر للتعامل مع مجلس النواب. طيب سيد الشيباني، في سياق هذا النقاش، أعضاء مجلس الأمن حثوا المجلس الرئاسي على الاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة كافة الصعوبات التي تحول دون تطبيق الاتفاق السياسي. يعني إذا ما قارب المجلس الرئاسي المشاكل التي تعيق قبول بعض أعضاء مجلس النواب بالاتفاق السياسي، يعني قدم معالجات أو حلول ربما لكافة التحديات التي تؤخر تطبيق الاتفاق السياسي الآن، هل يمكن أن يتواءم موقف أعضاء في مجلس النواب مع أي مقاربات يمكن أن يقدمها الرئاسي؟ أولا السيد لملوم عليه أن يلطف لهجته ويلطف لغته ولا يصفنا بالعنجهية والصلف وعدم الوطنية، ونحن قادرين على الرد ولكننا نترفع على ذلك. فيما يتعلق هو يرى في موقفكم أنه يتسم بالعنجهية وعدم الاستجابة للاستحقاقات الوطنية، يعني من حقه أن يعبر عن 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 ما يراه في توصيف موقفكم وليس شخصكم سيد الشيباني. المهم أنا تفضل. أتمنى أن يترفع عن هذه اللغة في كل الأحوال. تفضل. مجلس النواب مدد لنفسه عندما انتهت مدته، لأن مجلس النواب مسؤول على الشعب الليبي، ومجلس النواب لدواعي المصلحة الوطنية لا يمكن نترك ليبيا في حالة فراغ تشريعي. السيد الشيباني يعذرني المقاطعة، لكن أنت تعلم بأن الخوض في هذا الجانب سيدخلنا في جدل دستوري لن ينتهي حتى لو استمر ساعات.
دعنا نقارب صلب الموضوع الذي نطرحه للنقاش في هذه الحلقة. الآن مجلس الأمن الدولي يدعو المجلس الرئاسي لتقديم المزيد من المقاربات لمواجهة كافة التحديات التي تؤخر تطبيق الاتفاق السياسي، ومن بينها توسيع نطاق المشاركة في هذا الاتفاق. هل يمكن أن تتغير مواقفكم في مجلس النواب في حال قدم الرئاسي بعض المقاربات مثل إشراك بعض الأطراف أو قبول بعض الشخصيات أو أي حلول يقترحها المجلس الرئاسي؟ هل هذا قادر على تغيير المواقف في داخل مجلس النواب؟ هو أول المجتمع الدولي والوزراء والسفراء، نحن التقينا مع بالعديد منهم، وعندما تأتي العين في العين زي ما يقولوا بالليبي هم ما يقدروش يردوا علينا. احنا نقول لهم انتم انقلبتم على الديمقراطية وانتم خنتم الديمقراطية التي تنادون بها، وانتم وقفتم الى جانب صندوق الذخيرة وضد صندوق الاقتراع، انتم ايدتم الاسلاميين لانهم لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد تمكنهم من السيطره على مجلس النواب وانقلب على الديمقراطيه ووقفتوا معها، ماذا تقولون لشعوبكم؟ نحن انا اخر سفير قلت له هذا الكلام هو السفير البريطاني، قلت له انتم كيف انتم تتخشوش حتى من شعوبكم؟ يعني معقوله تنقلب على الديمقراطيه وتحاولوا تطويع المسار الديمقراطي لرغبه الانقلابيين؟ فهذا الأمر نحن نعرف ما نقول، ونعوهم الأوروبيين عارفين والمجتمع الدولي عارف موقفنا، وعارف أنهم أخطأوا كثيرا في وقوفهم إلى جانب الإسلام السياسي وإلى جانب صندوق الذخيرة. نحن نعرف ما نقول وهم يعرفون منا. أما فيما يتعلق بالمحاولة ترجيع الاتفاق السياسي وأنه المجلس الرئاسي يمكن يعطي بعض الوزارات ولا بعض ادخال بعض الاشخاص، والله هذا الامر نحن لا يعنينا. نحن عندما قلنا لا للاتفاق السياسي ليس لاننا لم نتحصل على وزارات او نتحصل على 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 وكالات، نحن ارفع من ذلك، نحن نرى في مصلحه الوطن، نرى ان هذا ان المجلس الرئاسي بتسع رؤوس والاتفاق السياسي هذا الذي عليه به الكثير من المثالب وبه الكثير من الضعف وبه الكثير من التضارب لا يمكن يفسد المصلحة الليبية، ولا يمكن هذا المجلس أن ينهي الانقسام وأن يقضي على ينهي الميليشيات ويؤسس دولة. هؤلاء المجتمع الدولي يريدنا أن نتناحر ونتقاتل على السلطة واقتسام المغانم واقتسام المناصب. نحن نريد دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة عبادة تسلمي على السلطة. نحن لا نريد هذا الماراثون اللي استمر سنة نص ينهي في النهاية بكل في النهاية ينتهي باقتسام السلطة واقتسام المناصب واقتسام المال. نحن نريد دولة، هؤلاء يريدون دولة. يعني برأيك يا سيد الشيباني دولة المؤسسات والقانون التي تطمحون إليها لا يمكن الوصول إليها وتحقيقها إلا عبر حل عسكري، لا يمكن تحقيق هذا الخيار أو هذا الهدف من خلال موائمة سياسية سلمية بعيدا عن السلاح الذي يريق الدماء؟ الموائمة السياسية التي قلنا للمجتمع الدولي نحن هذا الاتفاق السياسي ليس كتابا منزلا من السماء، دعونا نجلس من جديد ونعيد النظر في هذا الاتفاق، نحبط بعض مواد، نضيف مواد، نعد المواد بيننا الليبيين والمجتمع الدولي هو الوسيط. السيد كوبلر تمسك بذلك كأنه جاء ليفرض إرادته على الشعب الليبي، يفرض إرادته على مجلس النواب. نحن نرى أن هذا الاتفاق ليس منزلا من السماء، يمكن علينا المجلس، رأينا أن هذا الاتفاق يعني لم يؤدي المهمة المطلوبة منا، هذا الاتفاق لم ينهي الانقسام، تأزمت الظروف. لكن هناك خشية سيد الشيباني أن تؤدي هذه العسكري. يا سيد الشيباني كلمة الحاسم العسكري، يا سيد الشيباني الاتفاق مجلس مجديد ونعدل الاتفاق ونستمر. طيب هذه نقطة واضحة، لكن اسمح لي فقط سيد الشيباني، هذه الدعوة هناك خشية من أنها إذا استجيب لها وتم إعادة النظر في الاتفاق السياسي أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر، وأن يختلف المختلفون أكثر مما هم مختلفين أساسا، وأن يزيد الاقتتال وتزيد الدماء أكثر مما هي عليه الآن. على كل اسم في اختلاف أكثر من الاختلاف الموجود، قاعدين نتقاتل ونتناحر الآن في الهلال النفطي وفي الجفرة وفي الجنوب وفي سرت والقتال، يعني ما يعني ماذا نخسر لو عدنا للاتفاق من جديد؟ طيب اسمح لي أن أنقل هذه النقطة للسيد إسماعيل. طيب واضح 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 سيد الشيباني. سيد إسماعيل، يعني السيد الشيباني يقول لماذا الإصرار من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في بيانه على المضي في تنفيذ الاتفاق السياسي برغم المواقف المعارضة له، وبرغم أن هذه المواقف أدت إلى تعطيله سنة كاملة؟ لماذا الإصرار على تطبيق الاتفاق السياسي؟ لماذا لا يتم إعادة النظر فيه؟ لماذا لا يتم البحث عن حلول بديلة له؟
لماذا يصر مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي من ورائه على هذا الخيار؟ هل لديك إجابة؟ نعم لدي إجابة، وأعتقد أن ذاكرتي لازالت جيدة. هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، كل فريق في البداية في جنيف في غرفة لوحده، لم يرضوا حتى أن يتقابلوا على طاولة واحدة، ثم ذهبوا إلى الصخيرات، ثم إلى تونس، ثم إلى غيرها، وفي الأخير فرح الشعب في 17 ديسمبر الماضي، وجاءت لجنة من البرلمان برئاسة محمد شعيب ومعه وفده والوفد الآخر المقابل له، وشبكوا الأيدي في بعضها، ووقع الليبيون الاتفاق السياسي. قلنا خلاص، الليبيين اتفقوا الآن. فإذا نفاجأ بالنائب الذي يتكلم قبلي يقول نبدأ من جديد. فمن الذي وقع في 17 ديسمبر في هذا الشأن؟ وما هي بيانات مجلس الأمن والدول وما إلى ذلك؟ هل نسوا كل هذه الأمور؟ بصراحة أنا أعجز عن التعقيب وأترك المجال لغيري، لكن أريد أن أنبه على أمر. لا لا، قبل أن تذهب إلى التنبيه أحتفظ بالتنبيه حتى أعود وأستوضح منك هذه النقطة. يعني هو يقول بأننا لن نختلف أكثر مما نحن مختلفين الآن، وبأننا لن نتقاتل أكثر من المستوى الذي وصل إليه الصراع العسكري الآن، وبالتالي ما الخوف من إعادة النظر في الاتفاق السياسي؟ مفاوضات ماراثونية أخرى قد تستغرق عام عامين ما إلى ذلك، هذا الوارد حسب المعطيات. سيفتحون هذا الاتفاق من البداية إلى النهاية، وحنخوض في ماراثون المسودات السابقة التي وصلت إلى 7 و8، هل ذكرتها أخي خالد؟ سنخوض فيها من جديد، والله أعلم بالوقت، والله أعلم بمردود هذا الوقت على المواطن الغلبان الذي لا يشعر به القابعون في شرم الشيخ وفي غيرها. أنا أريد أن أقول لك كلمة، ربما التطور الجديد في بيان مجلس الأمن هنا، وأعتقد أني تلقفت هذا الأمر الآن يعني كثيرا، التأكيد على تعديل الإعلان الدستوري بدلا من الكلام عن الحكومات ورفضها وما إلى ذلك. الآن هم الآن أمام الاتفاق، هل سيضمنونه وسيعدلون الإعلان الدستوري أم لا؟ وسنشاهد بعد فترة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ردة فعله. في الأول يقولون من حقهم يرفضون الحكومة أو ما إلى ذلك، الآن هم وافقوا على الاتفاق والمفروض الآن أن يعدلوا الإعلان الدستوري، إن رفضوا فهم العابثون وهم المعرقلون. فيا مجتمع يا دولي، أرنا ماذا ستفعل بالمعرقلين إن الأرض لم تحسم. فهذا باختصار أخي الكريم. نعم. طيب سيد الشارف، فيما يتعلق بالبقية مضامين البيان، المجلس أدان الدعوات المحرضة على العنف حتى بما فيها يعني تلك التي ربما تحرض على المجلس الرئاسي، برأيك في هذا السياق ما دلالات دعوة الأطراف المتحاربة، كل الأطراف وفق نص البيان بضرورة الاستجابة الفورية أيضا وفق نص البيان لمطالب المجلس الرئاسي التي تنادي بوقف القتال؟ سيد خالد، يعني أنا استغرب المجلس الأمن كيف يقع في أخطاء قانونية، وأنا لست قانونيا، ولكن من جانب يعني يطلب مجلس الأمن أو المجتمع الدولي أن يمرر الاتفاق السياسي وأن يتغير الإعلان الدستوري بما هو يتواكب مع اتفاق الصخيرات، ومن جانب آخر قبل تمرير هذه التعديلات الدستورية المطلوبة يناشد ويقرر أو يطلب بتنفيذ ما يطلب منهم من مجلس الرئاسي، رغم أن المجلس الرئاسي دستوريا كما قلنا لم يمرر إلى هذه اللحظة. ربما لأن الشرعية السارية حاليا هي الشرعية التوافقية بعيدا عن الشرعية الانتخابية أو الشرعية القانونية. أي توافقية سيد خالد إذا كان 9 أعضاء مجلس الرئاسي لم يجتمعوا في مكتب في ليبيا؟ في أي توافقية بالله عليك؟ يعني هل نحن نغطي الشمس بالغربال كما يقولون أم ماذا نريد؟ نحن الآن في هرج ومرج، لا المجتمع الدولي سيحل الأزمة ولا هؤلاء الساسة الذين الآن موجودين على الساحة الليبية لن يحلوا الأزمة الليبية. لكن هذا الهرج والمرج، سعي لإيقافه، ألا يجوز للمجتمع الدولي وهو الآن مظلة يحتكم إليها الليبيون، ألا يجوز له أن يرتب الأوضاع كيفما يعني أمكن على الأرض، يعني يطالب بوقف النزيف الدماء، يطالب بتضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري حتى يصبح له شرعية دستورية، يطالب باتخاذ الخطوات اتجاه جلب وترسيخ الاستقرار في ليبيا وسط هذا الهرج والمرج؟ ألا تبدو كل دعوة في اتجاه وقف دماء نزيف دماء الليبيين دعوة مقبولة الآن بعيدا عن الاعتبارات القانونية والانتخابية وحتى التوافقية؟ ربما أنت تعلم مجلس الأمن عندما أسس
لم نرى من مجلس آسف من مجلس الأمم المتحدة كأمينه العام، هناك فقط بيانات تصدر كل يوم استنكر ويقلق، ولم يحل ساكنا ولم يحرك ساكنا الحقيقة مجلس الأمن إلا بمصلحة هؤلاء الدول الخمسة القوة. إذا الأمر الآن مميع والأمر الآن مطول، وما نراه الآن من ميليشيات في ليبيا، اقتتال، كل شيء يحدث دون استنكار منهم أو دون تدخل لحماية المدنيين، ما يحدث في طرابلس، ما يحدث في بعض المناطق الأخرى في ليبيا، لم يتدخل المجتمع هو الدولي. هو هذه النقطة التي وقفت عندها، واعذرني المقاطعة مرة أخرى، يعني الآن وسط هذا الاقتتال في أكثر من مكان من ليبيا، عندما يأتي مجلس الأمن الدولي ويقول استجيبوا للمجلس الرئاسي الذي يطالب بوقف القتال، ضمنوا الإعلان الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، باشروا تطبيق الاتفاق السياسي حتى تصلوا إلى مرحلة البناء الدولة، المرحلة المستقرة الدائمة بمؤسسات شرعية دورية وفق انتخابات ديمقراطية، ألا تبدو هذه الدعوات في صالح الليبيين سيد الشارف كما يرى كثيرون؟ ربما بمنطقية الشرعية نعم، استجابة إلى ما يطلب المجلس الرئاسي لوقف إطلاق النار، كلنا نطلب وقف إطلاق النار، ليس فقط المجلس الرئاسي، أيضا البرلمان يطلب إيقاف إطلاق النار، أيضا من مجلس الدولة يطلب إيقاف النار. لا لا لا، كل الأطراف. للدقة سيد الشارف، رئاسة مجلس النواب اليوم تحديدا تدين حظر توريد السلاح إلى ليبيا، تطالب بالسماح للقوات التابعة لها بالحصول على السلاح اللازم لخوض المعارك التي تخوضها الآن، وهذا طبعا مجلس الرئاسي، مجلس النواب يمثله السيد من؟ هل هم 200؟ هل 186؟ أما ما يحدث في طبرق الآن، وهي مدينتي للأسف، في طبرق أن البرلمان يطلب بتحديد أو إزالة تحديد السلاح، هو زيادة الاقتتال وزيادة الدماء التي تسال في ليبيا، ولكن إن كان غرضها حرب ضد الإرهاب فأهلا وسهلا بها، وكما قلت سابقا لابد من مجلس النواب والمجلس الرئاسي الاجتماع وتحديد من هم الإرهابيون في ليبيا لكي يمدوا إليهم السلاح والاقتتال عليهم، لكن بهذه العشوائيات سيتهم كل جانب الآخر ونصبح في تشابك رهيب سياسيا وعسكريا نحن بالغنى عنه. طيب سيد لملوم، البيان برغم تأكيده على ضرورة وقف العمليات القتالية استجابة لمطالب المجلس الرئاسي لأنه رحب بنتائج هذه العمليات في سرت وفي بنغازي، هل يفصح هذا الترحيب برأيك عن قناعات المجتمع الدولي تجاه الأعمال العسكرية الجارية في ليبيا اليوم؟ هو بكل تأكيد المجتمع الدولي يرى في القضاء على الإرهاب مطلب المطالب الرئيسية في تدخله في ليبيا ومطالبه من حكومة الوفاق الوطني، ولكن ما أستغرب له أن مجلس النواب لم يشد لا من بعيد ولا من قريب بما انتهى إليه البيان المرصوص في سرت في القضاء على داعش في سرت، وكأن هؤلاء الذين يسميهم عضو البرلمان ميليشيات، هؤلاء من إذا كان هؤلاء ميليشيات أين هو الجيش الليبي؟ هل المرتزقة العدل والمساواة أو التبو التشاديين أو الحرس الرئاسي التشادي أو مرتزقة الذين أتوا من دول أخرى، هل هؤلاء هم الجيش الليبي؟ أنا أستغرب عندما يتحدث شخص عن دولة المؤسسات والقانون وهو أول من يخرق القانون، الحديث عن دولة المؤسسات والقانون يجب التزام والرضوخ لحكم المحكمة التي أمرت بأن الانتخابات التي جرت غير شرعية، الاحتكام للقانون يجب أن يأتي من أن الانتخابات التي جرت هي غير دستورية لأنها لا تمثل الشعب الليبي ولا تساوي بين الليبيين، دولة المؤسسات والقانون لا تبيح أن يكون مجلس نواب يمثل 6% من القاعدة الانتخابية، أرجو من عضو مجلس النواب أن يراجع إحصائيات الانتخابات وأن يرى كم عدد أعضاء هؤلاء وكم يمثلون من القاعدة الانتخابية في ليبيا، على عضو مجلس النواب الذي يتمسك بأنه يمثل الشعب الليبي أن ينظر إلى ما يجري في ليبيا الآن ويقول أن نحن نتمسك بالشرعية ونتمسك بدولة المؤسسات والقانون، ولا أعتقد أن هذا الكلام يعني هذا استهجان حتى بعقولنا في واقع الأمر مثل هذا لكن الكلام. لكن سيد المنوم يعني عضو مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية أن الليبيين لم يشاركوا في انتخابات المجلس، أي مجلس الليبيين
الليبيين لم يشاركوا لأنهم لم يشاركوا لأن هناك خطأ دستوري واقع في هذه الانتخابات، قانون الانتخابات غير دستوري. الخطأ ظهر عقب ظهور نتائج الانتخابات، وبالتالي لا يمكن تقديمه على أنه سبب من أسباب عدم وجود مشاركة كبيرة في انتخابات مجلس النواب. على كل يعني استثمار للوقت، لا يا سيدي، هناك قوانين دولية. هذه عندما تكون تعتبر انتخابات باطلة عندما تشارك. على كل، هو في النهاية هناك حكم قضائي لا يجوز لنا التعليق عليه، يعني وفق العرف المعمول به. على كل، سأعود إلى الموضوع الأساسي للحلقة. سيد الشيباني، في قراءة أخرى لبيان المجلس، اعتبر أن الاستقطاب السياسي هو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في ليبيا. اليوم أنتم كساسة ليبيين إلى أي حد تتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب الخلافات السياسية كما يقدمها مجلس الأمن الدولي سيد جبال الشيباني؟ هو حقيقة الأوضاع الاقتصادية كان المجتمع الدولي وكذلك المؤيدين للاتفاق لمخرجات الاتفاق السياسي يضغطون على مجلس النواب بالأزمات الموجودة داخل البلاد، سواء كانت أزمة اقتصادية، أزمة الدقيق، أزمة البنزين، أحيانا أزمة الكهرباء، لغرض تطويع مجلس النواب حتى يتم تمرير هذا الاتفاق السياسي. لكن نحن نعرف مضرة الاتفاق السياسي، تمرير الاتفاق السياسي واعتماد حكومة السراج مضرتها أكثر من لو نحن مررنا هذه الحكومة وعلى علم يعني كامل بأن هذه الحكومة لم تستطيع أن تنهي الأزمات. لأن السراج لي سنة يشتغل ومدعوم المجتمع الدولي وليه الدعم المادي والدعم المعني واللوجستي، وما قدم شيء، ما عندهاش خطه، ما عندهاش بعيدا عن الاتفاق السياسي مشروع. سيد جبل الشيباني، ما عندهمش مشروع. يعني انا اليوم كمواطن ليبي عندما اقرا بيان مجلس الامن الدولي، المجلس يقول بان حاله الاستقطاب السياسي بين الاطراف السياسيه الفاعله في المشهد الليبي هي ما ادى الى وصول الحاله الاقتصاديه والامنيه التي اعاني منها انا اليوم كمواطن ليبي. ألا يجعلني هذا أرى بأن المسؤولية تقع عليكم أنتم كساسة لما وصلت إليه الظروف المعيشية والأمنية التي أعانيها كمواطن؟ لا، الظروف المعيشية، لأن النفط يباع بشكل بسيط والمصرف ليبيا المركزي موجود والأموال المجمدة موجودة والذخائر ليبيا كلها، يعني مدخرات ليبيا كلها موجودة. لا توجد مؤسسات تنفيذية تطبق. سيد الشيباني، حتى نكون دقيقين، يعني من بديهيات العمل المؤسسي في الدولة وجود مؤسسات تنفيذية تطبق العمل الذي تقول بأن المؤسسات الأخرى موجودة، يعني مؤسسة النفط تبيع النفط، مصرف ليبيا المركزي يأخذ عائدات هذا النفط، لكن لمن سيعطيها حتى ينفقها على الليبيين مع حالة الانقسام الموجودة في السلطات التشريعية والتنفيذية؟ من يتحمل هذه الحالة، مسؤولية الوصول إلى هذه الحالة؟ أليس الاستقطاب السياسي كما يقول مجلس الأمن الدولي؟ مجلس الأمن الدولي إذا يضغط على مجلس النواب، مجلس الأمن الدولي همه تمرير حكومة السراج، خلينا واضحين، يريد حكومة السراج. بعيدا عن مجلس الأمن الدولي، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع أمنيا ومعيشيا؟ أليس الساسة؟ الله يتحملها من الانقلب على المسار الديمقراطي ومن اللي دار برلمانين وحكومتين واستعمل فجر ليبيا ودمر مقدرات ليبيا وحرق النفط وحاول ويسيطر على الهلال النفطي ودعموا ميليشيات متحكمة في الهلال النفطي لمدة أكثر من سنتين أو ثلاثة ويتفرجوا عليها ويأيدوا فيها والآن يقاتلوا إلى جانبها ويريد أن يرجعوها من جديد، حتى بعد أن قام الجيش الليبي بتسليم المواد النفطية للمؤسس الوطني للنفط ما زال يطارد في الجيش الليبي وما زال يحاول العودة للهلال النفطي حتى يتم اللعب بالنفط ويتم استعماله لمصالحهم ومواردهم الشخصية. طيب، يعني في عجالة تقول بأن مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اقتصاديا وأمنيا يتحملها جزء من الساسة الليبيين الذين يمثلون معسكر المؤتمر الوطني العام، وليس كما يقول مجلس الأمن الدولي كل ساسة ليبيا وحالة الاستقطاب السياسي الموجودة في البلاد؟ ابدا، السبب في كارثة الموجود الان هم الذين انقلبوا على المسار الديمقراطي كما قلت. طيب، واضح 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 تماما سيد الشيباني. سيد اسماعيل، في هذه الجزئيه ما مدى، اولا يعني مقاربه تقديرات المجلس، مجلس الامن الدولي للواقع الليبي في تقديمه لحاله الاستقطاب السياسي على انها السبب المباشر في تدهور الاوضاع الامنيه والمعيشيه في البلاد، وثانيا يعني مدى وجاهة الرأي الذي رد به السيد الشيباني على تقديرات مجلس الأمن في هذه الجزئية؟
نعم، تقرير مجلس الأمن الحالة سببها الانقسام السياسي الحاد، الانقسام اللي شهدتها ليبيا من نهاية 2011، يعني منذ شهر 8 بدأت بواكيرة، ثم في العام الثاني مع لكن السيد الشيباني يقول بأن طرف واحد من ساسة ليبيا هو المسؤول عن هذه الحالة وليس كل السياسيين. نعم الأستاذ الشيباني سنكون معه في سجال، لكن أذكره أن المؤتمر كان حسن النية، عدل بلجنة فبراير، وحتى بعد فجر ليبيا طلب منهم أن يأتوا إلى طرابلس، فاختطفوا البرلمان إلى طبرق رغم أن الإعلان الدستوري نص على بنغازي، وطالما أنشدوا الأشعار في بنغازي وأنها دستورية وما إلى ذلك، كلام كثير يرد به. لكنه يقول بأن هذا انقلابا هذا على انتخابات، هو يقول بأن هذا انقلابا على المسار الديمقراطي ورفضا للتداول السلمي للسلطة، وبالتالي هم ليسوا مسؤولين، المسؤول هو من انقلب على المسار الديمقراطي. لا هم لم ينقلبوا، هم قالوا له تعال، فذهب أبو بكر بعيرة ومن معه إلى طبرق واجتمعوا هناك ورفضوا وقالوا هذا إجراء شكلي وما إلى ذلك، ووسعوا في هذا الأمر، الكلام كثير فيه أخي الكريم. طيب، لكن طيب على الواقع فقط لذيق الوقت يقول سيد اسماعيل، نعم أعذرني، فقط لذيق الوقت سأشرك ضيفينا الآخرين في هذه النقطة لأهميتها. يعني سيد الشارف، بالنظر الآن لتداعيات الوضع الأمني على الجانبين الاقتصادي والإنساني، من الأطراف المسؤولة بصورة مباشرة عن هذه الأوضاع؟ هل هي فعلا الأطراف التي يصفها الآن مجلس الأمن الدولي وهي حالة التي تسببت في حالة الاستقطاب السياسي، أم أن هناك طرف آخر غير معروف؟ ما يحدث من تدهور اقتصادي وأمني واجتماعي وسياسي وأخلاقي أيضا سببه طرفان، الطرف الأول المجتمع الدولي عندما احتضن الشعب الليبي بثورته و وعد أنه سيخرجه من هذه الثورة بأمان وسلام إلى أحضان المجتمع بشكل دولة يتقاسم فيها كل الليبيين الديمقراطية. هذا الجانب عندما تخلف المجتمع الدولي وترك الليبيون بعد ثورتهم بين أسلحة الميليشيات وبين الاختلافات داخليا. سيد الشارف، داخليا في النهاية لا نستطيع أن نلوم المجتمع الدولي، لأن في النهاية البلد بلدنا ولنا كامل الحرية والتصرف في داخلها. سيد خالد، اجعلني دائما اتمنى ان تعطيني فرصه لما يعني في داخلي من كلام، انا اعبر عن ما هو ده في داخلي، وربما اعبر ايضا عن كثير من اصدقائي ومن يشاركني الراي. المجتمع الدولي ايضا اخطا، والان هو الان المجتمع الدولي من يقود ليبيا بهذه الحكومه، حكومه السيد السراج التي لم يتوافق عليها الليبيين، وقلنا هذا كثيرا ومرارا وتكرارا، يعني سنة كاملة لم ينجح السراج حتى بإقناع الشارع الليبي بوجوده سواء دستوريا أو غير دستوريا. أما الجانب الآخر فهو الجانب الليبي، الأخطاء تبدأ من المجلس الانتقالي عندما شرعنا كثير من الميليشيات وشرعنا كثير من الأمور التي الآن يعني نجني أو نحصد ما، لكن 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 سيد الشارف، يعني عذرا، يعني هناك حاجة لأن أقاطعك حتى أستوضح منك، لأن لا يمكن أن تتكلم ونستمع إليك فقط. يعني اليوم التوصيف غير المعلن لمجلس الأمن الدولي لأسباب الوضع الحالي في ليبيا هو أن الخلاف السياسي الشديد هو ما أدى إلى هذا الوضع. يعني كل الأخطاء التي حدثت سواء خلال الثورة أو بعدها في السنوات الأولى أو الثانية والثالثة، حسب مجلس الأمن الدولي يعني بدون تصريح كامل، كان يمكن معالجتها لو لم يحدث هذا الاستقطاب السياسي اليوم. وبالتالي من المسؤول هنا؟ أجعلني ما أتكلم فقط، لأن الآن المجتمع الدولي عندما اختار لجنة الحوار في للصخرات اختار أشخاص كانوا يعيشون في الخارج ولهم جنسيات أخرى ويمثلون دول أخرى. يا أخي الكريم، عندما يجتمع المحاورون في تونس يأتي أحدهم من بريطانيا وأحدهم من فرنسا وأحدهم من أمريكا وأحدهم من قطر وأحدهم من الإمارات وأحدهم من مصر، هل هؤلاء هم من يمثلون الشارع الليبي أو هذا يمثلون الليبيين؟ لا يعني طبعا. أنت تقول بأن المجتمع الدولي هو المسؤول الأول وليس حالة الاستقطاب السياسي، وليست حالة الاستقطاب السياسي كما يقول مجلس الأمن الدولي، واضح تماما. سيد الشارف، سيد لملوم، في هذه النقطة تحديدا، هل توصيف مجلس الأمن الدولي مطابق للواقع في مسؤولية الحالة الراهنة في ليبيا وأنه الاستقطاب السياسي هو الذي أوصل إلى هذه الحالة، أم أن هناك سبب آخر غير الذي يتحدث عنه مجلس الأمن؟ في واقع الأمر الخطأ كان من مجلس الأمن بداية. مجلس الأمن يدرك جيدا، مجلس الأمن الدول الأربع التي فيه أو الخمس
الكبرى هي دول ديمقراطية تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالقضاء وتقدس أحكام القضاء. ما صدر عن الدائرة الدستورية في ليبيا هو حكم من أعلى سلطة قضائية في ليبيا، وبالتالي القبول بالطعن فيه هو أكبر جريمة حصلت من الأمم المتحدة وأكبر جريمة أقدم عليها من تفاوضوا مع ليون. هذا في البداية، هذه ما جرت علينا كل المآسي. الشيء الآخر الذي جر علينا المآسي هو المولود الضعيف الذي جاء من اتفاق فبراير. هذا البرلمان هو سبب مأساة ليبيا، هذا البرلمان من قاطعوه يمتلكون أو حصدوا أصواتا من الشعب. طيب الآن أيا كانت الأسباب سيد لملوم، ما السبيل لدفع الفاعلين السياسيين إلى التجاوب مع الدعوات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا؟ نحن سمعنا الليلة شخص اختطف مجلس النواب يتحدث باسمه يقول لك احنا لن نوافق على هذه الحكومة. ماذا تنتظر أكثر من هذا؟ مجلس النواب هو العقدة التي ستجلب على ليبيا، أو هي الجهة التي ستجلب على ليبيا كل مآسيها. نحن نرى المآسي وهناك من يتحدث عن دولة القانون، نرى المآسي. ما السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ ما السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ مجلس النواب هو الذي ولد كل هذه المآسي وكل هذه المشاكل، وهو الذي وضع العراقيل في البديل. البديل سيد لملوم، السبيل لتجاوز هذه الحالة والوصول إلى مرحلة الاستقرار. ربما أعود بالسؤال إلى سيد إسماعيل، لديه ما يقول في دقيقة. سيد إسماعيل، برأيك ما الحل الآن؟ ما الآلية التي يمكن أن تخرج ليبيا مما هي عليه؟ يعني الاتفاق السياسي، التمسك بتطبيقه كما يرى مجلس الأمن الدولي، أو البحث عن بدائل؟ والله الحل أماني، أنا أقول لك أن يتفق الليبيون، ولكن هذه أمنية. لا يوجد بصراحة حل واقعي إلا هؤلاء اللي هم مجلس الأمن أن يضغطوا بجدية. أريد أن أذكر أخي الكريم، يضغطوا في أي اتجاه سيد إسماعيل؟ البرلمان والذي يتبعه، لو سمحت، يضغطوا في أي اتجاه؟ أعطني إجابة كاملة. الجيش الناطق باسم الجيش أمس، أعطني نعم. إجابة كاملة سيد إسماعيل، الحل أن يضغطوا في اتجاه ماذا؟ الحل أن يضغط المجتمع الدولي ومجلس الأمن ويطبق على المعرقلين الذين وصفهم في بياناته، منهم مجلس النواب، منهم تطبيق الاتفاق السياسي. وضحت فكرة، أعتذر منك فقط لأننا وصلنا لختام حلقة العاشرة. أعتذر من كل ضيوفنا في هذه الحلقة، دائما يبقى الوقت ضيق على مثل هذه المواضيع اللي ما لها من أهمية. عموما الشكر لكل ضيوفنا الذين كانوا معنا، عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وناشط السياسي خالد الشارف، والأكاديمي محمد إسماعيل، وأيضا الناشط السياسي مفتاح لملوم. شكرا لكم أيضا السادة المشاهدين على كرم المتابعة، ودمتم في أمان الله ورعايته.